الفقرة بقى الطيبة اللي بحس كده ان احنا بناخد فيها نفسنا، وكمان يا رب يا رب نكون بناخد فيها شوية حسنات، وحضراتكم برضو لان يعني بتشاركونا في الفقرة دي بتسمعونا وبتتجاوبوا كمان، ربنا يرزقكم يا رب كل الخير وكل الحسنات اللي في الدنيا. بيشرفني في الفقرة دي الدكتور الداعية الإسلامي دكتور أحمد دسوقي من علماء الأزهر الشريف ومن مؤسسة نبض الحياة. شرفتني يا فندم وأنستني. أهلا وسهلا أهلا بحضرتك، وسهلا، لنا الشرف الكريم. الله يخلي حضرتك. الله يخليك. حضراتكم معودنا في الفقرة دي بنبتديها بالصلاة على سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، نقول في البداية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أضاءت بك الدنيا يا رسول الله فعشت ممجدا، وغبت يا رسول الله عن الدنيا ولا زلت سيدا، عليك سلام الله في كل خفقة، فقد ماتت الأسماء إلا محمدا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أمين. اللهم أمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور وأهله. مولانا، إزاي نعود ولادنا على العطاء وعلى حب الخير وإحنا أساسا بنغلط في حقهم من وهم أطفال؟ يعني أنا كده أما بعض أفكر أفش نفسي كده، مثلا أقول لابني إيه، أوعى حد يأكل من المام بتاعك، قوله دي بتاعتي أنا، فأنا من غير مضرة ربيت في ابني ان لا دي بتاعتي انا، ما تديش حد من حاجتك، اوعى مش عارفه تدي لايه، اوعى زميلك مش عارفه ايه اللي ياخد منك ايه، عشان ما تبقاش عبيط. لا شعوريا بنربي ولادنا على انهم ما يبقوش معطائين. هي القصه كلها لا شعوريه، ان انا بربي ولادي ان هم ما يكونش معطائين. الموضوع اكبر من كده، ان انا اربي ابني على انفصام في الشخصيه. واحد بيخبط على الباب او بيرن على التليفون، بابا موجود، فتعمل له كده مش موجود، فتربيه على الكذب. فبعد كده ده بيحصل عنده انفصام في الشخصيه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قاعد مع ام وهي بتنادي على ابنها فقالت تعالى ها اعطيك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعطيه؟ قالت تمر يا رسول الله، قال اما انك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيربي حاجه هتحصل بعد 14 يعني ايه قرن. قال بعد من 1400 سنه، وسيدنا النبي بيحذرنا بيقول لك خلي بالكم، اوعى تربي عند ابنك انفصام في الشخصيه وبعد كام سنه يضحك عليك وخد الفلوس بتاعه الدروس وهيكذب عليك لانك انت اللي ربيت فيه كده. هتخرج تاجر في المجتمع غشاش، هتخرج مهندس فاسد. ليه؟ وانت السبب، ولي الامر هو السبب، لانه هو ما رباش فيه الفضيله دي. فتقول ايه خلي بالك وانت رايح، قول الحق ولو على رقبتك. ايوه علم ابني كده. لا لو مثلا مش عارفه مين سالك قول له ماما مش هنا. ايوه مثلا لو طنط حصل كده. والله العظيم والامور دي كتير. من غير مبادره. كانت بنتي تقريبا عندها 3 سنين، صغنونه قوي قوي وعلى الفطره يعني. فجت عندنا حد كده، ف مش عارفه بنتي بتبقى لها انت طنط الرخمه. مامي بتقول عليكي رخمه. فقلت لا هي انت ايه ده مش عارفه. فالطفل بيبقى على فطرته طبعا، الفطره السليمه. احنا اللي بنبوظ الفطره دي. ايوه احنا اللي بنفسد هذه الفطره. يعني لو طفل ما قلتلوش حاجه قلت له هات حته يروح ممكن ايه ياخدها ببقه ويديها لك. ليه؟ لان فطرته سليمه متعوده على العطاء. اما الام بقى الابن راح مدرسه لو قال لك حد قال لك هات حاجه ما تديلهوش. ايوه اعمل كذا ما تعملهوش. لا انا اعود على ابني ازرع فيه هذه العطاء وانمي فيه هذه الفطره السليمه الموجوده فيه، حته العطاء. لو انت في المدرسه وحد قال لك هات كذا اعطي له، حتى لو اسم بينك وبينه. ايوه اديله حته منها. ايوه اعود لو حد من صحابك نفسه سندوتش الحته من اللي معاك اديله حته منها. اربي في ابني هذه الفضيله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اشار الينا الى هذا الامر. وخلي بال حضرتك والله العظيم احنا بنتعلم السيره ليه؟ عشان يا سلام ده سيدنا النبي. مين اللي قال كده؟ احنا بنتعلم السيره علشان خاطر النبي قدوه لنا. ايوه اسوه لنا نقلده صلى الله عليه وسلم. السيده خديجه اتكلمت على الفطره بتاعت سيدنا النبي قبل ما هو يكون نبي ويعرف ان هو نبي. أيوة. لما نزل من غار حراء وشاف سيدنا جبريل على هيئته فقال للسيده خديجه لقد خشيت على نفسي يا خديجه، فقالت له خلي بالك ما تعرفش ان هو نبي ولا لسه ابدا. أيوة. بعث. فقالت له والله ابشر، قالت له كلمه ابشر الاول، فوالله لا يخزيك الله ابدا. ليه؟ انك لتصل الرحم.
الله. وتحمل الكل، مش بتساعد بس العاجز، لا انت بتشيله برمته بمشاكله، بتحمله قبل ما الرساله تنزل قبل عليه. ما الرساله دي فطره. حتى كان يا مولانا حضرتك لفت انه كان ملقب بالصادق الامين كمان قبل ما يكون نبي. اه فان وتحمل الكل وتقري الضيف وتعينه على نوائب الدهر اللي هي مصائب الايام في هذا الزمان، بتعين الناس فيه. دول كفايه طبعا انك تبقى انسان سوي. آه. فطرة سليمة، هي دي الفطرة السليمة. هي ده، هو ده اللي الرسالة المحمدية بتدعو إليها قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يكون رسول. طب معلش ويبعث. نقول تاني، معلش نعم. نقول تاني الـ أبشر. أيوة. لكل واحد يحمل هذه الصفة، أو لو مش في هذه الصفات يبقى فيه. وعاوز ربنا ما يخزيهوش، ركز معاه في هذه الصفات. أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل أي العاجز، وتقر الضيف، وتعين على نوائب الدهر أي مصائب الزمان. في الأيام اللي احنا فيها يعني دي، يعني اللي في شدة تقف جنبه حتى لو ما تعرفوش، حتى لو الله يفتح عليك. وتعين طيب. على نوائب الدهر. إذا كان في حاجة نعم. فعل كده، فعل خير نعم، يعين على نوائب الدهر وكل نوائب الدهر. نعم. اللي محتاج، اللي عايز يتعلم، اللي عايزة تتستر وتتجهز، اللي عايز وصلة مية، في فعل كده عظيم مؤسسة نبض الحياة أو نهج انتهجته دونا عن كل الحياة المؤسسات وكانت هي الرائدة فيه. اللهم لك الحمد. وقف النخيل. طبعا. هستأذن حضرتك نشوف تقرير ونرجع نكمل كلامنا عن وقف النخيل. اتفضل. نشوف التقرير ونرجع على طول بإذن الله. والواحد لما تبرع تحس بحاجة جميلة ربانية كده. وفعلا صدق 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 فعلا، أنا ما كنتش مصدقة أنه كل النخل ده. الله أكبر. واللي أنا شفته النهاردة فوق ما كنت أتخيله. أول مرة في حياتي، ولكن ما شاء الله شفت النخيل، وما شاء الله 30,000 نخلة هي مزروعة. المنظر كويس، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، يعني حاجة تبهر بصراحة، وحاجة أنا الله أكبر عليها بجد. معاملة أحلى معاملة، ربنا يجعلهم في ميزان حسناتهم، ومعاملتهم في منتهى الجمال بصراحة ربنا. أنا فرحة كأني راح أعمل عمرة. أنا حاسس إن أنا هطير من الفرح. ربنا يتقبل حاجة. وحاسس طبعا. كمان إن يعني إن أنا عملت حاجة لوالدي ووالدتي بالتبرع بالنخلة دي. ونشكر نبض الحياة على تعاونهم وعلى فتح المجالات دي. ليه؟ لأن حتى المجال دون واسع وبيشغل شباب كتير جدا. ونبض الحياة وعد توفي. فجينا هنا وشفنا على الطبيعة إن حاجة أجمل من الخيال. وما كنتش مصدقة، بس أنا لما شفت كل حاجة على حقيقتها بقيت عاوزة أعمل كل يوم نخلة. نبض الحياة دي مفيش لا قبله ولا بعده، أنا شايفة كل حاجة على أرض الواقع، وحاجة ما شاء الله عليها. وأنا مبسوطة إن أنا جيت النهاردة هنا، وأشكركم وخدمتكم كويسه معانا. نبض الحياه وعدت فعلا ووفت النهارده على الطبيعه، احنا شفنا ده كله على الطبيعه يا جماعه. حسيت براحه ومصداقيه جميله جدا، وراحه نفسيه حلوه جدا. انشرح صدري، انشرح صدري، انشرح صدري. انا فرحانه جدا، وقلبي منشرح بطريقه فوق ما تتصوري بصراحه، وتغير فيها حاجات كتيره قوي. انا الفرحه مش مساعيانه، كنا طالعه الحج. مؤسسة نبض الحياة هي نبض الحياة. أحب أهني وأشكر السادة القائمين على إدارة مؤسسة نبض الحياة. الناس دي بتعمل مشاريعها وأعمالها كلها لفعل الخير. ونشكركم جميعا على هذه المقابلة المحترمة والتعامل المحترم. كنت بتكلم في التليفون بيرد عليا كويس وبيعاملني كويس. اللي ما جاش وعباله انه يجي المكان ده ويحس بالفرحه والسعاده دي. وان شاء الله هنيجي مره واثنين وثلاثه مع مؤسسه نبض بامر الله. ربنا يوفقني، ولو العمر في بقيه ان شاء الله السنه الجايه اكون هنا ان شاء الله. سبحان الله. والله نفس الإحساس اللي بيجي لي حتى ما بتفرج على التقارير. نعم. شوف كلام نعم. الأفاضل اللي بيتكلموا، شوف إحساسهم وطاقتهم وفرحتهم. سيبك من كلام الأفاضل، استنى بقى، في حاجة أنا في حاجة معلش لاحظتها. اتفضل. كل واحدة نعم. إخوات طبعا. يعني كل اللي واقفين جنب بعض دول إخوات، كل واحد بياخد أخوه معاه، إخوات شقايق يعني. نعم. إيه العظمة دي؟
سيبك من احساس الناس، انت حضرتك كنت موجوده. انا قولي لي الاحساس حضرتك والله في ارض انا الخير. انا 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 اول ما رحت قلت جمله وفوجئت دلوقتي ان اخواتي بيقولوها. ايوه طبعا. انا اول ما رجلي حطت الارض دي اقسم بالله جالي الاحساس، نفس الاحساس اللي حسيته وانا بعمل عمره. الله. لقيت اختي واحده من دول بتقول لي نفس الاحساس، والاخت الثانيه انا كاني بحج. ايوه طبعا. اقسم بالله اللي هيروح الارض دي هيحس احساس ما يتوصفش والله العظيم. وعظمه نبض الحياه ان اللي انت عامله بتشوفه بنين عينك، الشجر قدامك، شجره نخلتك، سوري لما اخذ النخله، نخلتك قدام عينك. كم النخل اسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن اللي اتزرع. وكان معانا الاستاذ امجد. ايوه طبعا. وقال ان في يعني موسم زراعه. نعم. تم استحداثه. نعم. طبعا بالعلم هو ان شاء الله. طبعا ده في الايام القادمه وما كانش في مواسم غير شهر 3 و4 وشهر 10 9 9 9 و10 9 و10 ففي استحدث ان شاء الله. ان شاء الله قريب اهو قوي ان شاء الله نلحق بقى كلنا اخر الشهر اللي احنا فيه ده ان شاء الله سيكون موسم زراعه اخر. ايوه قال شهر 7 قال اول 7 فسايل من الموجوده اصلا في الصوب الموجوده في مزرعه وقف النخيل. ايوه. وبالمناسبه الناس اللي بيشوفونا الان ولسه معانا ولاول مره، مزرعه وقف النخيل دي عباره عن 1000 فدان موجوده في الفرافره في محافظه الوادي الجديد وتحديدا في سهل قروين، مخصصين وقف لله عز وجل. وكلمه وقف لربنا عز وجل يعني مؤسسه نبض الحياه ليست مالكه ولا المتبرع يملك هذه الارض، انما هي وقف لله عز وجل. مؤسسه نبض الحياه ما هي الا رعايه، الا اداره لمال المتبرعين اللي هو ان شاء الله عز وجل سيصرف في اوجه الخير في حملات سترة وحملة دفا وحملة شفا وحملة سقي الماء وحملة في جميع الحملات التي تنفق في أوجه الخير. فهي وقف لمن؟ لله عز وجل. فكل ما يزرع في هذه الأرض إن شاء الله عز وجل سيكون ثماره لربنا عز وجل لأوجه الخير. وطبعا من باب الثقة والمصداقية حضرتك قلتي يجي يشوف معانا. أيوه. يجي يزرع، يعني اللي هتبرع الآن بنخلة أو اثنين أو ثلاثة أو أي عدد من النخيل ده في أخت يجي يزرع بإيده اتبرعت بخمسة وسبعين نخلة فدان. بسم الله ما شاء الله أكثر من فدان. وبتقولي لسه ده في ناس متبرعين بثلاث فدادين. الله أكبر. يقول لك أنا شيل ثلاث فدادين اللي جنب بعض دول بتوعي. ومن باب الثقة والمصداقية كل نخلة موجودة عليها زي ما كانوا بيعملوا في موضوع الآبار رخامة مكتوب عليها اسم وكود أو رقم البير واللوكيشن بتاعه تيجي في أي وقت، كذلك بيتم عمل عند كل نخلة رخامه زي ما حضرتك. أيوة زي ما أيوة. شفناها دلوقتي في التقرير عند كل نخله رخامه بيوضع عليها اسم المتبرع والكود بتاع النخله، وفي اي وقت كذلك يجي يشوف الوقف النخيل ده، ولو هو عاوز يجي يزرعها بايده بيجي مع المؤسسه في ان شاء الله في اخر الشهر الموجود اللي احنا فيه حاليا. لا ده الفرحه إن كمان ان يبقى 18 او 20 ان استاذ امجد قال ان هو طلب من سياده المحافظ بعد ما جه مش عايزين نقول الكلام ده ثمن فدادين. أيوة. انا ما اعرفش ان كان هو ذكر ذلك في الحلقه ذكر خد ثمن فدادين بفضل عز وجل في الوادي الجديد. طبعا البدايه كانت في وادي النطرون 10 فدادين، كانت بدايه وانت داخل على 10 فدادين خايف كبدايه. وبعد ما تم في اول حلقه دم زراعه ال 10 فدادين تم اخذ 1000 فدان في الوادي الجديد في سهل قروين اللي هم بنشوفهم حاليا في التقارير. والكلام ده طبعا لا فوتوشوب ولا الكلام ده، حضرتك كنت موجوده يا فندم. انا شاهد حضرتك كنت موجوده. وبعدين غير شهادتي الناس الافاضل دول يعني كل يعني مفيش حد ما يتصدقش طبعا. دي ناس يعني ناس بسيطه على الفطره بتقول اللي في قلبها طبعًا. ومن واقع اللي هي عملته بايديها. وان شاء الله عز وجل المرحله القادمه في زراعه ما تبقى من الالف فدان ان شاء الله عز وجل في يوم 18 او 20، يعني في الشهر اللي احنا فيه 6 18 او 20 6 الشهر اللي احنا فيه هيتم زراعه المرحله القادمه، واخر جزء بقى ان شاء الله عز وجل في الالف فدان مكتملين ان شاء الله في 10 القادم. يبقى ان شاء الله نختم 2022 بهذا العمل الصالح ويا رب يبقى بدايه الاعمال شابه كتير في مصر كلها. احنا عايزين دلوقتي في الحلقه او في نهايه الحلقه دي عاوزين نكون مفاتيح خير. نخله زي دي ممكن تكون مفتاح خير لبناء مسجد، لوصله ميه، لبير، لستره، حمله ستره، لتجهيز عروس، حمله يعني مفتاح لكل شيء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس مغاليق للخير مفاتيح للشر، نعوذ بالله ان نكون منهم. اعوذ بالله. فطوبى من طيب العيش، فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. وويل اي الهلاك والحسره والخسران لمن جعله الله عز وجل مفتاح للشر مغلاق للخير، نعوذ بالله ان نكون منه. فكلمه طوبى طيب العيش هنيئا
لمن جعله الله عز وجل مفتاحا للخير مغلقا للشر. شوف فرحة الناس اهي قدام عينينا. نعم. آه يعني مسافة طويلة جدا، لكن شوف بهجة الناس، واللي انا شفته يمكن مش متصور كمان، في حاجات اقسم بالله ما اتصورت. الناس في الفرحة لا حاسين، وكمان ايه؟ نعم. شوف السن، شوف الحالات الصحية. لا خلي بال حضرتك 13 ساعة رايح. ما انا بقول لك اهو. المنظر المرأة اللي احنا شفناه والفرحة وحضرتك معاها بعد 13 ساعة. ولا كأنهم اقول لحضرتك ايه، انا على فكره رحت خارجين من الفندق على المكان. اي لا انا مش في فندق. لا انا بتكلم ولا كانهم خارجين من الفندق من مكان. في طبعا انا رحت خلصت استمتعت واتبسطت ويعني خدت بركه الاخوات اللي موجودين، ورجعت في نفس اليوم لدرجه ان جوزي قال لي ايه ده، انا يعني 13 ساعه رايح و13 ساعه جاي. ايوه اكتر غير الوقت اللي قعدناه هناك، واقسم بالله مروحه بكامل طاقتي. الله. وانا اساسا لو 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 نظفت كده شويه في البيت بقعد استريح، اقول لا 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 تعبت اتهديت. وده يبين لنا ان كل حاجه بتنسب لربنا. فيها جمال وفيها راحه، بدليل ان كل واحد فيكم بيروح العمره شوف مشقه وقد ايه، والطياره والتعب، وساعه ما يوصل هناك ولا كانه اصلا. سبحان الله. يقول له اقعد بس استريح وابقى اعمل عمره بالليل، يقول له الوقت طبعا الوقت حالا استريح. ليه بقى؟ لان في حاجه ربنا عز وجل، في شوق، في شوق الى الجنه. هو كذلك تخيلي بعد 13 ساعه يقول لك يلا عايزين نزرع نخلتنا الوقت. طب يا جماعه استريحوا، خش الحمام، كل لقمه الاول بالغدا، يقول لك بعد ما نزرع ان شاء الله نقعد بقى نتغدى ونقعد في الحفل. استنى بحكايه الغدا دي. انا سالت اخونا، يعني الواحده فينا لما تدخل المطبخ تعمل اكل الاربع خمس افراد اللي هم اسرتها بتقضي اليوم. اللهم صل على النبي، كم الف كانوا هناك؟ ما شاء الله. يعني الاف. الاف يعني عدد. اشخاص الاف. ودخلت اشوف المطبخ اللي اتعملت فيه الولايم، لان ما شاء الله يعني كان فيه ذبح فيها وبتاع. فسالت لقيتهم حوالي مثلا ايه ست سبع شيفات، يعني شيف رئيسي في صحراء. في صحراء. ايوه. الستة سبعة دول مأكلين بتاع 3000 بني ادم. بسم الله ما شاء الله. فقلت له انتوا ابتديتوا من امتى؟ قال لي النهارده. قلت له النهارده؟ وعلى الغدا كان الاكل جاهز والله ما صار عليه. محدوده. بتكلم صحراء بس لا في مكان معد لطعام بوفيه ولا فندق ولا الكلام ده خالص. بالمناسبه اللي يعرف معنى الكلام ده فعلا بقى ويعيشه الناس اللي راحت سهل القروين، ويعرفوا ان امكانيات الحياه مش متوفره هناك. لا بس ربك. انت قلت بس ربنا عز وجل يسعى. دي جمله فيها خلاص، مكان لله فيه. ده وقف لله. ده لا ملكي ولا ملكك طبعا. ولا ملك ده ولا ده ملك ربنا طبعا. فربنا باسط باصص. الله. ربنا باصص بنوره كده على المكان. فالدنيا وما شوف رميت انت اذ رميت ولكن الله رمى. ونعم بالله. ونعم بالله. انا بشكر حضرتك جدا جدا، شرفتني جدا جدا وانستني، وربنا ينفع بيكم يا رب بمجهودكم وبعلمكم. استخرج منا ما يرضيها عنا. اللهم امين. اللهم امين. شكرا. للاسف الفقره خلصت، استنوني الفقره الجايه باذن الله تعجبكم.